مشي بها ذلك. إذا أختي العزيزة أخي العزيز، لكي لا أطيل عليكم مباشرة، عندما تضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو سوف نسجل حسابنا الجديد. نأتي، يمكنك التسجيل من خلال الفيسبوك مباشرة، ولكن لا أنصحكم بهذه الطريقة. يمكنك أن تقوم بوضع معلوماتك مباشرة. إذا إخواني الأعزاء، بعد التوجه لهذا الرابط سنقوم بملء بياناتنا هنا. سندخل هنا اليوزر نيم الذي سوف ندخل به إلى الحساب. سأختار مثلا وين 1 2 3 4 مثلا على سبيل المثال، ثم أختار هنا الباسورد. الباسورد هنا علامة صح بمعنى مقبول، إن كانت هناك علامة في أي مضروبة بمعنى أعد مثلا هذا اليوزر. بالنسبة للباسورد سأختار باسورد واحفظ الباسورد جيدا، الباسورد مقبول. بالنسبة للإيميل سأحاول أن أضع إيميل مثلا إيميل خاص بي، .com. جميل، الإيميل مقبول. الآن آتي وأختار البلد الذي أنتمي إليه. في حالتي أنا مثلا سأختار موروكو، وكل واحد يختار البلد الذي يتواجد فيه. هنا إخواني الأعزاء نضع رقم الهاتف ونبدأ بالرقم 6 مثلا مباشرة بعد الرقم الدولي هذا الخاص بالبلد ببلدك، ثم نبدأ ب6 ثم الرقم الذي يليه. سأخفف الفيديو ريثما أكتب الرقم. إذا بعد كتابة رقم الهاتف نضغط على هذه العلامة I accept the terms and بلا بلا بلا. أضغط على هذه العلامة، كل علامة موجودة الآن. كإشارة هنا بالنسبة للموقع، هناك 167 مليون trades opened in إيثرو، هناك 167 مليون صفقة مفتوحة الآن على إيثرو. الآن ندخل نقوم بالتسجيل، نضغط على join now. إذا تابعوا معي الشرح إخواني الأعزاء. create in your account please wait. أوكي، ننتظر قليلا ريثما يقوم بتحويلنا للصفحة الجديدة. إذا بعد هذه العملية تظهر لك يدخل بك مباشرة إلى الموقع، يرحب بك بطبيعة الحال في إيثرو. ويلكم تو ذا نيو إيثرو، ميرسي. نيكست لكي نتعرف على كل الخصائص، نيكست، وتقوم بقراءة كل هذه الأشياء، ونحن سنقوم بسكيب سكيب لهذه الأشياء. هذه هي الواجهة الأمامية للموقع بالنسبة للموقع. هنا تجد أسهم شركات معينة، أبل، كذلك البيتكوين، كذلك العملات الكونسيز، وكذلك تجد هنا كل الأدوات التي يتوفر عليها الموقع. والموقع على ذكر هذا عفوا، فهو كشبكة اجتماعية، وشبكة اجتماعية يمكنك من خلالها أن تتواصل مع أناس آخرين، كأنك تتواصل مثلا في شبكة اجتماعية كالفيسبوك أو تويتر مثلا. تقوم بكتابة ملاحظة معينة سنتين أن تكتب، ثم تقوم ببوست وتنشر كل ما تريد. إذا إخواني الأعزاء، الخطوة المهمة الآن، الخطوة التي يجب علي أن أقوم بها الآن. إذا الرصيد هنا 00، رصيدنا الحالي هو 00 كما ترون، ثم نقوم ب